في تصريح خاص لأونلايف قال العميد أحمد المسماري الناطق باسم القوات المسلحة الليبية إن الجيش يتقدم بريا إلى مدينة درنة، وهناك مناوشات مع الجماعات الإرهابية في 5 محاور حول المدينة، مضيفا أن القوات المسلحة ستعمل على تحريرها خلال الأسابيع المقبلة بأقل الخسائر. نحن بدأنا في ضربات منذ الساعة الأولى، منذ أول موصول الخبر سقوط الطائرة قمنا بضربات لمنع العدو من الاقتراب من منطقة سقوط الطائرة، ولكن كانت هناك رياح فقامت بنقل الطيار بعد هبوطه بالمظلة إلى منطقة العدو وتمكنوا من القابض عليه حيا، وتم تصفيته بعد ذلك. حتى الدكتور الشرعي الآن أكد أنه تم تصفيته ما بعد برصاصة ما بعد القبض عليه. كذلك طبعا قمنا بعدة ضربات، وقمنا حتى بتقدم قوات البرية الآن مناوشات مستمرة، قمنا بقصف جرافات في البحر، لازالت العمليات متواصلة. منطقة درنة منطقة صعبة، منطقة جبلية، ولكن بإذن الله سنحاول التقدم بشكل أقل الخسائر في قواتنا مع أكبر خسائر في صفوف العدو.